ومن اليوم السابع ضبط 3 أطنان أسماك فاسدة بالفيوم قبل بيعها في أعياد الربيع. أحبطت مباحث التموين بالفيوم محاولة 4 أشخاص طرح كميات كبيرة من الأسماك الفاسدة وبيعها عن طريق الغش على أنها رنجة وفسيخ تحمل علامات تجارية لشركات مشهورة، وضبطت 3 أطنان أسماك متحللة ملقاة على الأرض بطرق سيئة تفتقد إلى النظافة، وعثرت القوات أيضا على صناديق وكراتين عبوات لشركات عديدة.